تنظم تلميذة عمرها 13 سنة فصولا دراسية في غرفة خشبية بقطاع غزة لأطفال الحي الذين ضاعت عليهم الدروس منذ إغلاق المدارس في آذار مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا. فجر حميد التي تعلم الأطفال ما فاتهم خلال هذه الفترة تقول أن لديها تلميذة في الصف الأول، وغيابها عن المدرسة لفترة طويلة سينسيها كيف تمسك بالقلم وتكتب فيه. لنتابع. بسبب القلق من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم إغلاق المؤسسات التعليمية سعيا منها للحد من انتشار هذا الفيروس، ما أجبر مئات الطلاب للجلوس في منازلهم، حيث بادرت تلميذات عمرها 13 سنة من قطاع غزة بتنظيم فصول دراسية لأطفال الحي. فجر حميد التي تعلم الأطفال ما فاتهم خلال فترة الحظر الطويلة تقول إن لديها تلميذة في الصف الأول، وغيابها عن المدرسة لفترة أطول ينسيها كيف تمسك القلم وتكتب فيه. طبعا سبب إغلاق المدارس بسبب وباء فيروس كورونا، طبعا هذا أدى لإغلاق المدارس، كمان هم رح يقعدوا زهقانين في بيتهم، وأنا طبعا حبيت إني أجيبهم عندي عشان أدرسهم، وطبعا هاي موهبتي. طبعا هلقيت مثلا عندي بنت بصف أول، لو تركت المدرسة فترة حتنسى كيف تمسك القلم، حتنسى أصلا كيف كمان تكتب، فأنا حبيت إني أنميها، وحبيت انه ما يفقدوا المعلومات اللي كانوا ياخذوها في المدرسه. الطالبه ضحى محمد التي تحضر الدروس التي تنظمها فجر باللغه العربيه والانجليزيه تتابع ايضا بقيه دروسها على الانترنت. انا كمان لما بتابع هانا بتابع برضه على النت على صفحه صوت التربيه والتعليم، بينزلوا فيديوهات للتعليم بتابعهم برضه. فجر تأمل أن تصبح مدرسة عندما تكبر، تدرس الأطفال في منطقتها بقطاع غزة كونها منطقة مهمشة. أنا حابة أطلع بالمستقبل معلمة، كمان هاي موهبتي إني أدرس الأطفال، بما إنه منطقتنا منطقة مهمشة، فأنا حابة إنه يكون عندي مركز، ودايما أنا بحب لأهل مجتمعي، بحب طبعا يكون مجتمعي ناجح. وخلال الأزمة الصحية شرع المدرسون بإعطاء الدروس عبر الإنترنت، كما أكدت وزارة الصحة بإصابة 20 شخصا بالفيروس داخل القطاع.